وما هو؟ هيا انزل. حسنا حسنا. ماذا؟ انظر انظر، ما هذه؟ يا افتحها بسرعة. حسنا. واو، هذه رسمة جميلة. من هؤلاء؟ أوه، هذا أنت وهذه أنا. هل هذا أنا وهذه أنت؟ هاي، لماذا تضحك؟ لا، فقط أشكالنا مضحكة. هاي، هل أنت غاضبة؟ نعم. أنا آسف أنا آسف، أنها رسمة جميلة، سأحتفظ بها. حقا؟ شكرا لوك. عفوا. يا مريكا نلعب. أوه حسنا، هيا. لقد أتيت، هل تأخرت؟ لا، ليس كثيرا. هيا اجلس وتناول طعامك قبل أن يبرد. حسنا. لوك، لوك عزيزي، لوك. لوك 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 لوك، ماذا؟ لوك، لماذا تفكر كثيرا؟ لم تأكل شيئا. الطعام لقد برد. ها؟ أنا آسف جدا. هل هي سكيبر؟ ها؟ ماذا؟ لا لا لا، أنا ليست سكيبر، أنا أفكر بشيء آخر. أنا أعرفك جيدا يا لوك، هيا أعترف. حسنا، أنا سكيبر. كنت متأكدة؟ أنا أفكر بغدا. كيف سأذهب إلى الحفلة؟ ألست مدعوا؟ لكن باربي دعتنا إلى الحفلة. وسكيبر، هذا عيد ميلادها، ليس لدي علم بذلك. ولكن سكيبر، ما ستقول؟ ستقول: من الذي أتى به إلى هنا؟ هذا والد السوبر ماركت. ما هذا التفكير يا بناي؟ لا تفكر كثيرا. ربما سكيبر ستفكر أن ستيسي دعتني إلى الحفلة. لوك، هيا كل. حسنا. وبعد ذلك سنذهب إلى المول وسنشتري هدية لسكيبر، وأنت ستختارها. ماذا؟ أنا لا أعرف هدايا البنات. ها، لا تعرف ها؟ سأجعلك أنت تختار. أمي، لا تقلق، سأساعدك. شكرا.
جميلة تظلم في الأسفل. أوه قد أنت سكيبر. واو كنت جميلة. عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي. عيد ميلاد سعيد يا سكيبر. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد يا سكيبر. عيد ميلاد سعيد. أوه شكرا جميعا شكرا. واو قالب الحلوى يبدو جميلا. هذا لذيذ. شكرا أمي. عفوا حبيبتي. سكيبر ما سفريتنا صديقاتك؟ بعد قليل. ما تأخروا. أوه هذا صوت الجرس. سكيبر أظن صديقاتك لقد أتوا. أوه نعم سوف أذهب. تفضلوا. عيد ميلاد سعيد يا سكيبر. أوه شكرا لك. عيد ميلاد سعيد يا سكيبر. شكرا. عيد ميلاد سعيد يا سكيبر. شكرا. وعيا لهنا. حسنا. عيد ميلاد سعيد يا سكيبر. شكرا. عيد ميلاد سعيد يا سكيبر. شكرا. أين أضع هديتي؟ على هذه الطاولة. حسنا. عيد ميلاد سعيد يا سكيبر. شكرا لك. ما هديتك على هذه الطاولة. حسنا. تفضلي. شكرا. عيد ميلاد سعيد يا سكيبر. شكرا لك. هذا جيد الجميع. أجل هيا فلنذهب. هيا هم صديقاتي. مرحبا. عيد ميلاد سعيد. هل أنتم توأم؟ نحن أيضا توأم. أنا اسمي أعبر وهذه أختي إيزابيل. مرحبا. نعم نحن توأم. أجل. واو أنتم تشبهوننا كثيرا. نعم أجل. هيا تفضلوا جميعا للحفلة. هيا جميعا اجلس. هيا جميعا تجمعوا على الطاولة. هيا. لحظة يا سكيبر. ماذا؟ هناك ضيوف لم يأتوا بعد. ماذا؟ بابي أنا قلت لك أريد فقط صديقاتي في أي حفلة عيد ميلادي. لكن سكيبر من هذا الضيف؟ لماذا لم تخبريني؟ أريد أن أخذ حريتي يا باربي. أريد فقط صديقاتي. انتظري قليلا ثم سوف نبدأ الحفلة. يا إلهي من الذي دعوتم؟ هل هو شخص نعرفه؟ إنها مفاجأة يا سكيبر. مفاجأة. كويت. لقد وصلنا. متوترين قليلا. لا تعليق. هيا فلننزل. لا أدري عن ذلك. كيف ستكون ردة فعلها عندما تراني؟ كيف؟ أكيد سوف تفرح لأنك صديقة طفولتها. لكن أنا لا تذكرني. لا تقلق يا لوك سنساعد كثيرا. هيا فلننزل. أنا متوتر. هيا أيها الخبي. حسنا يا أمي حسنا. هيا قمرت من الانتظار. ما سوف يأتون ضيوفك يا باربي؟ الآن سوف يأتون. لقد مللت. أريد أن أكل قالب الحلوى. أريد أن أحتفل. أريد أن أرقص. ونفتح الهدايا. نعم أريد أن أفتح الهدايا. انتظري قليلا يا سكيبر. اصبري. يا إلهي. هذا صوت الجرس. ربما أنه ماتوا الآن. لا المعذرة. هو أخيرا. من هؤلاء الضيوف؟ لا أدري لكن أختي قالت أنها مفاجأة. نعم هيا تفضلوا. أهلا وسهلا. مرحبا جميعا. عيد ميلاد سعيد يا سكيبر. هاي سكيب. وي انت فتى السوبر ماركت.
كيت، من الذي دعاك؟ أيها نوت الطفل؟ سكيبر؟ اسكتي، أنا مع أمه. آسفة، لكن أها ستيسي أختي الجميلة. أنت الذي أخبرتي باربي أليس كذلك؟ لا سكيبر صديقيني، أنت أخبرتي باربي عن كل شيء أليس كذلك؟ وهي دعتهم إلى حفل عيد ميلادي لكي تعتذر. لا سكيبر صديقيني، باربي تعرف أمه، اسمها جينيفر أليس كذلك؟ تعرفين أمه؟ نعم جينيفر صديقتي. أكيد هذه صديقة كثيرة جدا. وابنها أنه صديقك يا سكيبر. أنا؟ هذا غريب، أنا لم أره من قبل، لا تذكره. من هذا الصديق المجهول؟ نعم أنه صديقك عندما كنت صغيرة، اسمه لوك. لوك؟ نعم اسمه لوك، إنه صديقك لما كنت صغيرة. لوك؟ نعم أنه صديقك يا سكيبر. أجل كانوا مسافرين إلى أستراليا ولقد رجعوا الآن. نعم أتذكر ذلك، ونحن قابلناهم في السوبر ماركت. نعم وأنا أسقطت أغراضا. نعم ستيسي أخبرتني. يا لا من صدفة أليس كذلك؟ أجل. هاي لوك كيف حالك؟ أنا بخير، عيد ميلاد سعيد. كيف أصبح لدي صديق؟ هذا ظريف جدا كالأفلام. نعم كم هذا ظريف. نعم أليس هذا لوك الذي كان معنا في الروضة؟ تذكرت أنه لوك؟ نعم لقد كبر كثيرا. نعم عيد ميلاد سعيد يا سكيبر، هذه لك. شكرا لك، شكرا جزيلا يا لوك. عفوا تبدين جميلة يا سكيبر. شكرا لوك. هذا ظريف جدا، ابني كبر كثيرا يا إلهي. سكيبر سوف نبدأ الحفلة. نعم هيا فلنبدأ الحفلة. سكيبر اسكتي.
حسنا. أول قطعة إلى لوك. أوه شكرا سكيبر. أول قطعة إلى كيلوك. شكرا يا سكيبر. عفوا حسنا. القطعة الثانية إلى أم لوك. أوه شكرا عزيزتي. هيا سكيبر عطي صديقاتك. أوه حسنا. أوكي هيا تفضلوا. أوه شكرا لك يا سكيبر. حسنا هذه القطعة الثانية. تفضلوا. شكرا. هذه القطعة لك. أوه شكرا لك يا سكيبر. سنشوف قصتك انت ايضا قطعة. ايضا الجميع. شكرا يا سكيبر. الكعكة لذيذة جدا. أوه شكرا انها من صنع امي. حقا؟ واو شكرا يا سيد رابط. أوه عفوا هل عجبتكم؟ جدا. اذا سوف اصنع لكم المزيد من الكعك. شكرا. شكرا لك. نعم الكعك كانت لذيذة. شكرا. عجبتك الكعكة يا لو؟ نعم جدا. نعم انها افضل من انها افضل من الكعكة الذي يبيعونها في المحلات. نعم لانها من صنع المنزل. اجل إذا أتى عيد ميلادك سوف أجعل أمي تصنع لك كعكة. لا لا دعني ذلك لا أريد أن أتعبها. أو لا مشكلة يا لوك. لا مشكلة. رأيت ستفتح الهدايا؟ أجل سوف أفتح الهدايا الآن. أنا متحمس لكي تفتح هديتي. أو إذا سوف أفتحها أولا. حسنا هيا حان وقت فتح الهدايا. واو الهدايا إنها كثيرة جدا. واو سكيبر أنت محظوظة جدا. حسنا هذه هدية لوك. نعم اوكي فنرى ما هذه الورقة؟ لقد أجلبت لي عقد. إنه جميل حقا. شكرا لك يا لوك. عفوا أمي التي ساعدتني باختيار الهدية. لا لقد اختار كل شيء. أمي شكرا لك. سوف ارتديها يوم ما. شكرا. والآن ما هذا؟ افتحيها. هل هذه رسمتي التي أعطيتك إياها عندما كنا أطفال؟ ما زالت جديدة. نعم لقد احتفظت بها. واو هل احتفظت بها كل هذه السنوات؟ أجل يا إلهي ما زالت جديدة. هل ستعطيني إياها؟ في الحقيقة أنا أجلبتها لكي أريك إياها. إذا أنت تريدها. أجل إذا خذها تفضل. حسنا شكرا. حسنا والآن سوف أفتح هدية والدة لوك. هذه الحقيبة جميلة حقا. شكرا لك. عفوا وهناك المزيد. واو هناك كاميرا وحذاء أحمر. شكرا جزيلا. عفوا عزيزتي. واو هذه الكاميرا ستلتقط صور كثيرة منها. شكرا لك. حسنا الهدية التالية. خلي سكيبر يفتح هديتي وانا ايضا. حسنا انهم صغار. نعم البنفسجية من انابل وانا الزهرية. اوكي فنرى ماذا اجبت يا انابل. اوه لقد اجبتني زماعة. شكرا لك. عفوا خلي سكيبر. واو انها جميلة حقا. وانزبار ما هذا؟ أنا حقيبة تضعين فيها المكياج. أوه شكرا إنها جميلة حقا. عجبتني شكرا لك. عفوا
أسماء الهدية التالية من مهبل. أنا هدية مني. أوه كريسي حسنا. نرى. أوه جبتي لي سمكة. هذه ظريفة حقا. شكرا. عفوا. والآن شوصي ما هي هديتك؟ أنا هذه الكبيرة زرقاء. أوه هذا؟ أوه ماذا جبتي لي؟ تحية. ما هذا؟ دكان كلب؟ نعم إنه كلب. آه انظر إليه، إنه جميل. إنه سكويشي. عندما أشرب الضجر سوف ألعب به وتسلى، عندما أغضب سوف أحصره. هكذا هكذا هكذا. مسكين. لا يا سكيبر لا تضربي، لا يا سكيبر لا تضربي. لا يهم، أنا هديتي، أنا ملكية لغتي. أوه هدية من؟ أنا هديتي. أوه حسنا نرى. أوه لقد أجلبتي لي عقد وأيضا حقيبة وردية. شكرا. عفوا. فلنرى هدية من؟ أنا هديتي. حسنا فلنفتحها. عقد وعقد. شكرا لك. إنه جميل. ورائحته زكية. إذن هدية من؟ أنا هديتي. أوكي. إنه مسجل. واو شكرا 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 شكرا. سوف أسمع الموسيقى وكل شيء. شكرا لك. شكرا شكرا. عفوا يا سكيور. عفوا. يس يس يس. هدية تالية. هناك مكياج. هدية من؟ أنا هديتي. شكرا لك. سوف أستعمله. هدية من هذا؟ أنا هديتي. حسنا فنرى. إنها كاميرا. يا إلهي سوف ألتقط صور الآن. هيا لوك سيلفي. ها سيلفي سيلفي الآن. نعم هيا. تشيز. مرة أخرى مرة أخرى. سيف مع صديقاتي. هيا ابتسموا جميعا. تشيز. جيد شكرا لك. عفوا. اوكي هدية من؟ أنا هديتي. أسمع. إنه خوذة دراجة. كيف عرفتي أن لدي دراجة نارية؟ أنا عرفت يا سكيبر لديك دراجة نارية، فأخذت هذه الخوذة الجميلة. شكرا لك، إنها ظريفة جدا، عجبتني ألوانها. آخر هدية من صديقاتي. والآن هذه هديتي. حسنا فلنرى. واو إنها جميلة حقا. يا لها من حقيبة جميلة جدا. إنها على شكل ألماسة. شكرا لك. عفوا. وأيضا كعب بنفسجي. واو إنه رائع. شكرا شكرا لقد عجبني. حسنا والآن فلنفتح هذه الحمراء. هدية من؟ هذه هديتي عزيزتي. أمي. حسنا نرى ماذا اشتريت لي أمي. واو واو هناك حقيبة حمراء وكعب أحمر وفستان أحمر، كل شيء أحمر. واو شكرا جزيلا يا أمي. شكرا شكرا. عفوا سوف أرتديه بكل تأكيد. حسنا هذه
هذه هدية من؟ هذه هديتي. أوه كان حسناً. وأنا أيضاً. أنا سعيد أنها عجبتك يا سكيبار. نعم هذه هدية. هذه هديتي. آه ستيسي. عفواً. واو جبتي لي بوتو بنفسجي. واو زو جميل. سأرتديه بكل تأكيد. أنا متحمسة. أوكي هذه هدية. هذه هديتك يا أبي. أجل. افتحي بسرعة. حسناً. ما هذا الفستان الجميل أبي؟ شكراً لك شكراً. إنه جميل ويبرق ولامع جداً. واو شكراً. وآخر هدية تبدو تبدو فانسي. أكيد من باربي. نعم أنها من هديتي. كيف نرى؟ جيتار باربي. كيف عرفت أنني كنت أريد جيتار؟ إنه جميل. واو بنفسجي أيضا. شكرا لك يا باربي. شكرا 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 شكرا. أنا سعيدة جدا أنه عجبك. عجبني كثيرا. شكرا يا باربي. هيا يا لوك فلنرقص. هيا 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 ارقص يا لوك. هيا 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 امري والدك تعالي نرقص. هيا هيا فلنرقص. لا لا انا خجول. هيا 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 فلنرقص. ما هذا الرقص يا لوك؟ هيا هيا انت كنت احسن مني في الرقص عندما كنا صغار. حقا؟ اجل ما الحظ لك. لا تضحك. هاي أرقص وأنا أيضاً. كانت حفلة رائعة يا سكيبر. نعم لقد استمتعنا كثيراً. هذه بلاد سعيد يا سكيبر. سوف نذهب الآن. شكراً يا صديقاتي على مجيئكم لحفلتي. لا شكر على واجب. وسوف نذهب الآن. وداعاً.
وداعا. لقد استمتعنا كثيرا يا سكيبر. نعم هيا وداعا. وداعا. باي. للقاء. شكرا باربي على الحفلة، كانت رائعة جدا، انها افضل حفلة عيد ميلادنا على الاطلاق. لا شكر على واجب. نعم، والان انا وابني لوك سوف نذهب. وداعا. هيا لوك. لحظة، سوف اتكلم قليلا مع لوك. حسنا كنت متشائم. سوف انتظرك في السيارة. حسنا يا امي. ابنكم سوف اترككم تتحدثون على راحتكم. وداعا. سنلتقي قريبا يا لوك. بكل تأكيد. ما رأيك نذهب إلى مكان؟ نعم، ما رأيك أن لدي سيارة؟ ما رأيك أن نذهب أخذك جولة على مدينة مالبو؟ هذا جيد. ما رأيك بالأحد القادم؟ نعم، سوف أعطيك رقمي الآن. وأنا أيضا. إلى اللقاء سكيبر. أراك قريبا، وأنت أيضا.